طيب اسمح لي انتقل بعد الكلام العظيم ده سيادة النائب عمرو الى سيادة النائب محمود تركي، وفكره ان سيادة النائب محمود تركي حضرتك عضو في تنسيقية شباب بالاحزاب والسياسيين وايضا في حزب النور، فكره ان مصر الجديده بشبابها بتنوعها بيتسع للجميع، تبادل خبرات، تبادل تجارب، حتى على الرغم من اختلاف الافكار او الايديولوجيات، ولكن طالما المظله واحده، المظله المصريه، مصلحه هذا البلد هي المظله الام، فبالتالي المناخ يساعد على العمل، يساعد على الابتكار، يساعد على تبادل الخبرات. ارجوك اشرح لي ده مثلا بيتم ازاي داخل تنسيقية شباب الاحزاب. حضرتك من حزب النور هنلاقي فيه زملاء من احزاب تانية، من الوفد ومن التجمع ومن مستقبل الوطن وغيرهم وغيرهم، افكار كتير من اليمين للشمال، فارجوك قول لي بتتعاملوا ازاي، وده افاد حضرتك كشاب سياسي بايه؟ تمام، خليني اكد بس على نقطه، ان احنا بنقول واحنا كشباب لما كان عندنا طموح ان احنا نشارك في الحياه السياسيه دي دوافع احنا تربينا عليها، وده من ديننا، احنا اتعلمنا من خلال ديننا ومنهجنا ان لازم نحب بلدنا، لازم نحافظ على بلدنا، ازاي نحافظ على بلدنا ونبنيها ونبقى جزء من بناء بلدنا، ده المنطلق اللي احنا كنا بننطلق منه، وكانت المظله اللي احنا تحركنا من خلالها واحنا كنواب سواء في احزابنا او مستقلين. وانا في حزب النور النهارده كان حزب النور من ضمن الاحزاب المصريه المشاركه في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، الحقيقه اللي هي كانت يعني مفخره للعالم كله ونموذج جديد بنقدمه للعالم، ازاي النهارده حزب النور اجتمع، حزب التجمع اجتمع، كل الاحزاب المصريه اجتمعت، مؤيد ومعارض، كلنا اجتمعنا على هدف واحد تحت مظله واحده وهي مصلحه الدوله المصريه، ازاي احنا لينا هدف واحد كلنا بنجتمع عليه مهما اختلفت ارائنا. احنا اكيد مختلفين في الرؤى والايديولوجيات، بس اختلافنا كان عشان هدف واحد بس، صحيح كل طبعا. واحد مصلحة البلد في النهاية، اختلافنا يعني كان لهدف واحد، الحفاظ على مصلحة البلد، صحيح. لذلك احنا اجتمعنا في التنسيقية وميثاق الشرف اللي احنا اشتغلنا عليه وميثاق العمل اللي بدأنا بيه وانطلقنا بيه في التنسيقية، ان احنا وان كنا مختلفين ولكننا اجتمعنا على هدف واحد، بتجمعنا طاولة مستديرة كل واحد بيقول رأيه وبيعبر عن آراء حزبه وبيشارك مع حزبه في آراءه ومقترحاته، وبنعمل ورش عمل وبنرفع الواقع وبنيجي كلنا نجتمع عشان نخرج ورقة. طيب.